نضجتي من اي ناحيه؟ باي اتجاه نضجتي؟ انا نضجت بالوجع وما كنتش عايزه انضج بالوجع. نضجت انه مش كل الناس هتحبك زي ما انت بتحبيها. مش كل الناس نفسيتها صافيه. بس لو ركزنا هنتعطل. وانا مش فاضيه له، انا مركزه اني اجيب جون. فانا اقعد ابص ده زقني، ده ضايقني، ده طلع لي كارت اصفر، ده كان عايز ياخد الكوره مني، انا داخله عشان اجيب جون. فانا مش فاضيه لك. فنضجت بالحته دي انه ركزي على الهدف، هاتي هدف وامشي. بس داخلين ناكل عيش ونشتغل. هنخش بقى فاضيين لمهاترات وكلام فاضي ونفسنا ومش عارف ايه، هيوقف حالنا، هيوقف حالنا وحال الاشخاص اللي حوالينا كمان. صح. مش بس احنا، ما هو احنا بقى مربوطين بناس، دي مشكله. يعني سالي، اذا قلت انت امراه وحطيت حدا ثلاث نقط، شو بتكذبي فيهم؟ انا كتير، عارفه اللي هو انا امراه مش هقول لك الكلام اللي الناس بتقوله، يعني انه قويه لا تقهر، ده كلام، ده اي كلام، اي كلام يا باشا يعني. بس انا امراه مسنوده بربنا، ما بخافش. شو بشخصيتك عندك صفات تانية كمان تغير فيكي بتحاولي انك تخبيها على الناس ما تظهر غير الخوف والقلق؟ انا حنينه قوي بس ما ببينش، يعني انا بقلق وحنينه قوي، وتلاقيني فاهمه اللي هو يعني لو لا قدر الله حد جرى له حاجه، لا تلاقيني بجري عليه. انا لو الساعه 5 الصبح تليفوني رن وحد محتاجني انا هنزل، حد خدوم يعني. انا الحمد لله دايما جدعانه، هي كده فاهمه، بتعمليها ابتغاء مرضات الله. انا عايزه ارضي ربنا، لان انا لو وقفت جنبك ربنا هيقف جنبي في حاجه ثانيه، وهيسخر لي عباد الصالحين. انا ما اعرفش دول مين. بتلاقي ناس واقفه جنبك، انتوا جيتوا منين؟ انا ما اعرفش دول جم منين. انت عصبيه؟ جدا يا خرابي. انا عملت انجر مانجمنت فتره. اخذتي يعني كورسز؟ اهلي طلبوا علشان تسيطري على الغضب اللي عندك. لا، في عندي درجه كده من العصبيه، مهما كلمتيني ومهما اعتذرتي حتى لو انت عامله ايه ما بسمعكيش. وامتى بتهدي؟ لا بعدها ما فيش 3 4 ثواني، عارفة لو انت عبيطة، انت كنت تزعقي. بتنسي بسرعة. عادي، وبتصالح بسرعة جدا. ممكن اتصالح بالشوكلت، ممكن تيجي مثلا تقولي سالي انت زعلانة. زي البيبيز يعني. انا كده اللي هو تطلعي على ما فيش، يا جماعة هتهدى دلوقتي سيبوها. بس بخاف من عصبيتي على الناس، بيصعبوا عليا. لأنه ممكن تقولي اشياء. طب الاشياء اللي بتقوليها على عصبيه ولا مظبوط طالعه من قلبك؟ طالعه من قلبي وحقيقيه، والكلام الحقيقي بيوجع. مشكله. وانت تستاهلها. مشكله يعني. بقول من ضربه يعني. بس بابي دايما يقول لي كلمه طلقه، ومامي بتزعل، يعني مامي تقعد تقول لي عيب الناس هتكرهك. بابي بقى كلمه طلقه. طب انا يقول لي اديكي ضربتي رصاصه في الحيطه، تعرفي تشيليها؟ اقول له هشيلها. يقول لي ومكانها في الحيطه؟ اقول له عمره ما هيتشال. يقول لي شكرا. روحي بقى خليهم يصلحوكي.